السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. إن شاء الله النهاردة يا جماعة هنقول لكم على حل مشاكل الأمراض اللي بتيجي للطيور، وإن شاء الله هنقول على الأدوية والأعشاب وإزاي الوقاية بالأعشاب، إزاي تشتغل بالوقاية بالأعشاب، وإزاي لو عندك لا قدر الله الطيور بتاعتك فيها مرض ولا حاجة إزاي تعالجها بالأدوية. اول مرض يا جماعه وهنبدا بيه البرد ومشاكله التنفسيه. طبعا احنا الفيروسات اللي بتيجي للطيور سواء كانت الفيروسات طبعا المشاكل التنفسيه كلها طبعا فيروسات وكده. طبعا الفيروسات دي يا جماعه معروف انها ملهاش علاج، بس ليها ان احنا بندي للطيور بتاعتنا رفع مناعه، بحيث ان الطير يبقى عنده مناعه من لو جايله فيروس ولا حاجه بقى عنده مناعه، ودي الحاجه الوحيده اللي ملهاش علاج لاي فيروس. طبعا اي فيروس ملهوش علاج تمام، لكن بندي رافع مناعه تمام، بحيث ان هو الطاير يقدر يقاوم المرض ويتغلب على الفيروس. طبعا الفيروس بيقعد كام يوم، بعد كده ربنا كرم بيمشي، يا اما يقضي على الفراخ، ودي حاجه طبعا كل الاطباء عارفين الكلام ده وكل الناس عارفه الكلام ده. في ان شاء الله تاني بعد كده هنتكلم على البرد تمام. البرد طبعا ازاي تعالج مثلا البرد الطيور لو جالها برد، وازاي تكون تشتغل بالوقايه من البرد اساسا، يعني انت ازاي تشتغل من الوقايه بالوقايه بالورد بالبرد. ان شاء الله يا جماعه تشتغل بالوقايه، تشتغل لاي حاجه وقايه للطيور، اي طيور سواء كانت فراخ بيضة فراخ بلدي بط. اهم حاجه في الطيور دي ان انت ما تكتمش على الطيور، في ناس كتير مثلا عامله مثلا بيتات صغيره وبتروح مكتمه عليها بالمشمع، طبعا المشمع بيعرق تمام، تلاقي فيه كده بعد العرق في قلب المشمع، فالافضل تغطيها باي حته قماش بحيث ان القماش ما بيعرقش تمام، وبيبقى فيه تنفس للفراخ، وفي نفس الوقت يعني بتسيب مكان تهويه، اهم حاجه في طبعا الفراخ البيضه والفراخ البلدي وعامه لكل الطيور، اهم حاجه عندها التهويه مع التدفئه، وطبعا ده اللي بيكون صعب على الناس، التهويه مع التدفئه طبعا بيكون صعب مع الناس، عشان خاطر طبعا عايز يحافظ على التدفئه، وفي نفس الوقت الحاجه ما تسجعش منه، وفي نفس الوقت هو محتاج تهويه تمام. فانت ممكن تعمل ايه؟ تزود دفايات، المهم عندي ان انت تكون فاتح مكان يتهوى منه زي الشباك، زي اي حاجه كده صغيره، المهم ان هي تدخل لهم هواء وتغير لهم الاكسجين. وطبعا دوت مش من عمر يوم، لا ده يعني من قبل ما تجيب الحاجه انت تكون مجهز الكلام دوت تمام، يعني قبل ما تجيب الحاجه انت تكون مجهز الكلام ده، وتكون انت مجهز لهم مكان هتهوي منه بحيث انك تعرف تهوي. وطبعا من عمر يوم وطالع بتزود التهويه يوم عن يوم عن يوم، يعني مش بقول لك فتح عليهم خالص خلوهم ياخدوا منك برد، لا انت في اول يوم طبعا بيبقى فيه تهويه بس بسيطه، بعد كده كل لما نفسها بيكبر بتزيد بتزود التهويه اكتر كده يعني، والتدفئه برده تكون مظبوطه. طبعا التدفئه بتبتدي من عمر يوم بدرجه حراره 33، وبتفضل تنزل معانا كل يوم، كل 3 ايام بتنزل معانا درجه، كل 3 ايام بتنزل معانا درجه، يعني بتنزل معانا في الاسبوع درجتين لحد عمر لحد عمر ال 35 او ال 40 لحد ما تيجي تذبح. كمان يا جماعه ان شاء الله كده اتكلمنا طبعا عن المشاكل وايه الاسباب اللي هي بتاعه اللي بتجيب لك البرد اصلا، وبتجيب لك المشاكل التنفسيه. كمان من المشاكل التنفسيه الفرشه وبلل الفرشه، وبتعمل ريحه في المكان ان بيكون في كتمه تمام في المكان، وفي الباقي الفرشه مبلوله تمام، دوت حاول نتجنبه. وطبعا ده كمان غير انها بتوفر لك ادويه، طبعا بيكون لما يكون في بلل بيجي كوكسيديا وكولستريديا، واللي هنتكلم عنهم بعد شويه، كوكسيديا وكولستريديا للفراخ بتاعتك، فاحنا مش عايزين الكلام دوت، عايزين ان شاء الله نشتغل شغل صح، بحيث ان الحاجه ما تمرضش منك، تكون انت مظبط لها الكلام من البدايه، يعني الحاجه ما تمرضش منك
ربنا يستر عليك تكمل الدور النهاية بدون خسائر. تمام. هنخش بقى على ايه، على معالجة البرد. انا دلوقتي عندي الفراخ فيها برد، ايه ممكن اعالجها بايه؟ تمام. هقول لك اول حاجة على الوقاية، احنا طبعا كده اتكلمنا عن الاسباب، هتكلم عن الوقاية. انت ممكن تشتغل بالوقاية بالاعشاب. تمام. اعشاب زي مثلا ايه، زي ورق الجوافة، النعناع. طبعا ده كله احنا برضو كان في خلطة ورق الجوافة مع نعناع مع عسل، وطبعا لو في ورق كافور يبقى مع الخلطة دي كده تبقى افضل. وبندي رفع مناعة. تمام. مش بدي رفع مناعة دواء، برضو اعشاب. هدي توم في الاكل، تلوم توم، اعمل لهم توم كده في قلب الاكل وقلبه على الاكل. تمام. وياكلوا منه. طبعا ديك الوقاية ممكن تعملها للفراخ بتاعتك لو انت حسيت ان في خنة بسيطة كده، تشتغل بالاعشاب دي ان شاء الله هتجيب معاك. كمان لو انت عندك الحالة يعني زايدة حبتين، هتبتدي تحول على الادوية. وطبعا احنا بنشتغل في البرد بتيلوزين ودوكسي. تمام. تيلوزين ودوكسي الاتنين مع بعضهم طبعا بيعملوا شغل جامد، يعني ان شاء الله بيجيبوا من الاخر. التيلوزين والدوكسي بتشتغل بيهم لمدة 5 ايام. تمام. ل5 ايام لو الدنيا اتحسنت معاك خلاص بتشيلهم. تمام. الدنيا ما اتحسنتش معاك وما جابتش معاك نتيجة، بشوف دواء بديل. تمام. وبديه لهم، شوف دواء تاني بديل للبرد وبديه لهم. تمام. حد كده ان شاء الله يكون البرد، موضوع البرد دوت خلص، يعني الكلام فيه خلص. هو مش خلص، هو كلام عن البرد طبعا ما بيخلص، لان في ليمون وفي حاجات كتير ما اتكلمناش عليها، بس طبعا الفيديو هيبقى طويل جدا، فاحنا عايزين نبسط الامور. بعد كده هنخش على جميع انواع الاسهالات. وطبعا عندنا الاسهال الاحمر. تمام. والاسهال البني او الاسهال الاسود. تمام. والاسهال الاخضر والاسهال الابيض. طبعا كل نوع في الاسهالات دوك، كل نوع في الاسهالات دوك بيكون مرض معين للفراخ. فاحنا طبعا عايزين نتجنب اولا الامراض دي. تمام. وتاني شيء عايزين ان احنا نحافظ على فراخنا ان هي تطلع معانا كويسة لاخر الدورة، عشان خاطر ما نخسرش فراخنا وما نخسرش في فلوس دفع الادوية كتير. فاحنا عايزين او البط برضو، البط بيجيب الحاجات دي، فاحنا نتكلم على البط والفراخ. مش عايزين نخسر لا بط ولا عايزين نخسر فراخ، عايزين ان شاء الله الدورة تكمل معانا للنهاية. هنبتدي ان شاء الله بالاسهال الاحمر، وده بيكون الكوكسيديا. والكوكسيديا يا جماعة بيكون علاجها طبعا، اولا لو هنبتدي بالوقاية، الوقاية بتاعتها بتبقى الفرشة اهم حاجة في كل حاجة. هقول لك الفرشة، في كل حاجة هقول لك الفرشة، زي النشارة اللي بتفرش النشارة ما تكونش مبلولة، تتغير باستمرار، ما تكونش عاملة ريحة في المكان. التهوية لها دور في الكوكسيديا، ان المكان يكون معبك وبتاعه ومليان، الفرشة لها دور كبير. اهم حاجة التهوية والفرشة، طول ما هما الاتنين مظبوطين ان شاء الله فراخك هتعدي بسلام. طبعا دي اول حاجة من الوقاية ومن الاسباب اللي هي بتجيب الكوكسيديا. وطبعا ده تبقى الفرشة. طب اقول الفرشة ليه؟ طبعا لان بيبقى الفراخ بتنجر في الارض. تمام. فطبعا مكان البراز بتاعهم فبيرد تاني في بطنهم، فبيعمل لهم الكوكسيديا. وبرضه لو انت الاطباق بتاعت العلف فيها حاجه من البراز بتاع الفراخ، فانت تشيلها اول باول عشان خاطر ما تاذيلكش الفراخ. تمام. او ما تاذيلكش البط. طبعا احنا يعني كل المشاكل دي بتكون من الفرشه وغير الفرشه، فاحنا نشوف العوامل بتاعتها بحيث ان احنا نتجنبها. تمام. بدل ما تيجي لنا الحقيقه ونروح نصرف على ادويه، لا احنا من البدايه نحافظ وندي حياه كوكايه بحيث ان انا اطلع بالدوره سليمه. تمام. طبعا احنا اتكلمنا كده عن الفرشه والاسباب بتاعه الكوكسيديا. طبعا هنتكلم على الوقايه من الكوكسيديا وبرده بالاعشاب. عندنا طبعا شيخ الاعشاب وهو الشيح. طبعا الشيح بنشتغل منه على الاكل. ماشي. طبعا الحاجه اللي بتتحط يا جماعه على الاكل طبعا بتكون جرام مثلا 6 جرام للكيلو. تمام. 6 جرام للكيلو، بيكون منها جرام على اللتر الميه. وطبعا دوت بيشتغل بيه تغليه الاول، او تغلي الميه وبعد كده تفضي عليه وتسيبه لغايه ما يبرد. وان شاء الله دي هنشرحها في فيديو تاني عشان خاطر الفيديو ما يطولش.
طرق التحضير وكمان نشرحه في فيديو تاني عشان الفيديو ما يطولش، بس احنا هنقول لكم على الحاجات دي بحيث ان انتوا تكون عندكم علم بيها لما نيجي نشرح الفيديو التاني، ما تبقوا يعني الموضوع سهل عليكم والموضوع ما يطولش معانا للنهايه. طبعا احنا اتكلمنا كده برضو ان الشيح بيحل مشاكل، بيحل يعني بقايا من الاسهال الاحمر، تمام، بيقضي على الاسهال الاحمر. بس طبعا لو في مرض احنا مش هنشتغل بالاعشاب، طبعا لو في مرض هنشتغل بالادويه، لان الاعشاب بيكون منها وقائي، الوقايه منها بالوقايه بالاعشاب بيكون افضل من انك تعالج، تمام، تشتغل وقايه بالاعشاب افضل من انك تعالج. لكن انا عندي اصابه والاصابه جامده، هينفع معاها اعشاب؟ لا، الاعشاب مش هتنفع. طب الاعشاب مش هتنفع ليه؟ لان الاعشاب هتطول معاك في الفرخ يمشي من عند الكوكسيديا، وطبعا لو طولت عندك فطبعا الفراخ بتاكل عندك كل يوم، وطبعا مش هتبان عليها والفراخ هتكسل منك والحاله معاك مش هتتظبط على الاخر. لكن انا ده وقايه ماشي، لكن اشتغل بيها لا. طبعا ايه الاسهال الاحمر؟ بنشتغل بالامبروليوم في الادويه، لما نيجي على الادويه هنشتغل بالاسهال الاحمر بالامبروليوم، تمام، ويعني لو في كاف كولين عشان خاطر طبعا بيبقى فيه تجرحات، لان الاسهال الاحمر بيبقى مدمم، بتبقى في الامعاء بتاع الطائر جروحات يعني مدمم. فالكاف كولين اللي هو فيتامين كاف، فيتامين كاف طبعا بيروق لهم المكان جوه، تمام. فاحنا بنشتغل بالكاف كولين وبنشتغل بالامبروليا. وممكن انت بشتغل بقى كام يوم، طبعا في الكوكسيديا مختلفه شويه عن البرد والموضوع ده، لانك بتشتغل في الكوكسيديا ممكن تشتغل لو عندك الكوكسيديا جامده بتبتدي تشتغل 3 ايام، تمام، وتريح يومين، وبعد كده بترجع تدي يومين، تمام، وبعد كده بتريح يوم وبتدي يوم، تمام، او بتريح يومين وبتدي يوم، لان بيبقى فيها حاجه زي بويضات او حاجه زي كده بتفرغ تاني. فاحنا عشان ما تفرغش تاني والكوكسيديا ترجع تاني فاحنا نقضي عليها خالص من جذورها، ما ترجعش تاني، اللي هو الاسهال الاحمر. ولحد هنا نكون ان شاء الله الاسهال الاحمر طبعا البراز الاحمر يعني اتعدينا منه. نخش ان شاء الله على البراز البني. وقبل ما اتكلم على البراز البني يا جماعه لازم اقول لكم على حاجه، وفي ناس بتربي الفراخ وبتربي الطيور وما بتاخدش بالها من الحاجات دي، فلازم اقول لكم عليها الاول. الحاجات دي انك اهم حاجه تتابع الفراخ والطيور بتاعتك يوم بيوم، طبعا مش تتابعهم وانت تبص عليهم خلاص، لا، انت تتابعهم، تبقى تابع البراز بتاعهم بحيث ان لو في حاجه تلحقها في البدر، بحيث ان الموضوع ما يطولش معاك في العلاج، انك تلحق في البدر، كل ما تلحق في البدر حاجه ما تخسش منك، تمام، وتلحقها بدري، ما تتعبش منك، ما تفقدهاش، ما تخسرش فيها، تمام. فانت تلحق الحاجه بتاعتك فين؟ في البدري، تلحق الحاجه بتاعتك في البدري. طبعا احنا اتكلمنا كده على الاسهال الاحمر، وقلنا طبعا عالجه بالامبروليوم، وقلنا على الوقايه بتاعته للشيح. هتكلم على الاسهال البني. الاسهال البني يا جماعه ودي بتكون كوليستريديا، وطبعا دي بتكون بقى اي حاجه ضغطه على الطائر، بتيجي من اي حاجه يكون في ضغط على الطائر، يعني حراره زياده، سجعه زياده، تيجي له كوليستريديا. سجعه زياده، حر زياده، بيجي له الكوليستريديا، تمام. فاحنا نظبط درجات الحراره، تمام، وما يبقاش في نفس الوقت الجو سقعه، نظبط الحراره، درجات الحراره زي ما احنا قلنا من اول عمر يوم، وبرضه هننزل فيديو تاني على درجات الحراره من عمر يوم لغايه ما تبيع الفراخ او مثلا للبط، بس البط طبعا بيستحمل السقعه شويه، لو الجو سقعه وكده بيستحمل شويه، خلاف الفراخ البيضه، طبعا الفراخ البيضه ما بتستحملش الكلام دوت، عايز درجات الحراره تكون مظبوطه. وفي حاجه تانية يا جماعه اقول لكم عليها برضو قبل ما نتكلم، برضو احنا اتكلمنا عن الاسهال البني وقلنا اللي هو بيجي من الضغط والكلام دوت على الطائر. في حاجه تانية لازم ننوه عليها يا جماعه، اهم حاجه في الفراخ المحافظه، اهم حاجه في الفراخ انك تحافظ على الفراخ، عشان الفراخ مناعتها ضعيفه جدا جدا جدا. لو انت بتربي فراخ حافظ على الفراخ عشان الفراخ مناعتها ضعيفه جدا، ضعيفه جدا جدا، وفي نفس الوقت انت ما تخافش منها، انك انت مش هتعرف تربيها، لا انت هتعرف تربيها. وده اللي بنصح الناس ان هي تربي، لو هتربي كميه تربيها في البطاريات، لان البطاريات يا جماعه شغلها طبعا بيكون كويس. طبعا زي ما انتم شايفين احنا بنربي في البطاريات عندنا، زي ما شفتوا في الكام فيديو اللي انا نزلتهم، طبعا مربيين في البطاريات على الشبك،
فاي براز بينزل تحت بيتغسل تاني يوم، بشيله تاني يوم، ما عنديش مشاكل. تمام، ما عنديش بفضل الله مشاكل. لا مشاكل تدفئه طبعا بتكون بالنسبه لي سهله، ومشاكل التهويه بتكون بالنسبه لي سهله. مشاكل الامراض المعويه اللي هي زي الكوكسيديا والكوليستيريديا والحاجات دي كلها برضو سهله. يبقى احنا وصلنا كده على عند البراز البني. والبراز البني يا جماعه بنشتغل الادويه بتاعته بالاموكسيسيلين طبعا، بندي على حسب الدواء يا جماعه، نديه على حسب ما الشركه ما تقول. يعني الشركه كاتبه على الجرعه جرام، يبقى هي جرام. زي مثلا الكولوستين، الكولوستين مكتوب عليه قد ايه؟ الكولوستين مكتوب عليه جرام للستة لتر، يبقى اشتغل جرام للستة لتر. في ناس بتحط جرام لللتر واتنين جرام لللتر، مع انه هو جرام للستة لتر. يا جماعة الكولوستين ده بيدمر الحاجة، ممكن يموت الحاجة اللي عندنا كلها. يعني الناس ما تستهترش بالدواء، لان الدواء تركيزه عالي، فما ينفعش تدي على حسب ما انت عايز تدي. انت تدي يقول لك عشان حاجة تسحب بسرعة، مش تسحب بسرعة، انت هتموتها بسرعة، مش هتسحب بسرعة كده كده، انت هتموتها بسرعة. فاحنا بنقول يا جماعة ان كل الجرعات تديها زي ما مكتوب على العلبة. يبقى احنا كده هنجيب للاسهال البني الاموكسيسيلين، تمام، او الامبسيلين، الحاجات دي كلها طبعا للكولستريديا. وطبعا يا ريت لو هندي معاها الكولستين طبعا، عشان لو في اي مشاكل معويه تانية فتروح مع الكولستين. بعد كده يا جماعه خلصنا من الكولستريديا، هنخش على الاسهال الاخضر او البراز الاخضر. البراز الاخضر هو مرات ما بيجي في سايل، ومرات بيجي براز اخضر خالص، يعني البراز بيكون متماسك شويه. وده طبعا بيكون جاي طبعا المراره بتبقى مدهوره. طبعا المراره طبعا لو انتوا شفتوا عارفين المراره طبعا ان هي لونها اخضر. وطبعا ديت بتيجي السموم بتبقى تراكميه، دي طبعا بيبقى سموم. السموم بتبقى تراكميه وطبعا بتتراكم على المراره، وبذلك تلاقي البراز بتاع الطائر طالع لونه اخضر. فهنعمل ايه في الحاجه دي؟ هندي مضاد سموم. طب عايزين طيب ندي اي حاجه للبراز الاخضر، مثلا اعشاب، ندي له اعشاب مثلا في البدري بحيث انها تكون وقايه من السموم الفطريه. طبعا معانا الزعتر وقشر الرمان. الزعتر وقشر الرمان مضاد سموم، بنشتغل بيهم برضو في الميه. طبعا برضو هنعمل برضو حلقه عليه الزعتر والرمان، وبرضو معاه مكون تاني برضو ان شاء الله هنقول عليه قبل ما نيجي نخلط كله على بعضه، هنقول عليه في المره الجايه ان شاء الله في الفيديو. طبعا الاسهال الاخضر بنشتغل بمضاد سموم. مضاد السموم طبعا برضو تكون على حسب ما الشركه ما تقول لك. الادويه الدواء مثلا ده جرام لل سنتي لللتر، يبقى سنتي لللتر. 2 سنتي لللتر يبقى 2 سنتي لللتر. ربع سنتي يبقى ربع سنتي، زي ما تقول لك الشركه زي ما تشتغل. ويا جماعه ناخد بالنا من الشركات الادويه، اختار شركات ادويه تكون كويسه، لان في ادويه تحت بير السلم، في تركيبات ملهاش اي عاده في السوق. يعني في تركيبات ملهاش اي عاده في السوق في الادويه. يعني اللي بيشتري دواء ما يروحش واحد ما عنده واحد اي حد بيبيع شويه ادويه لسه جاي امبارح وبيبيع لك شويه ادويه النهارده عشان يكسب وخلاص. لا، انت تروح عند واحد موثوق فيه. طب انا مش لاقي حد اثق فيه، خش ابحث على النت طبعا هتلاقي شركات ادويه كتير. وانا ان شاء الله برضه هعمل لكم على الشركات اللي تشتغلوا منها اقول لكم، بس انا مش عايز اعمل الحته دي عشان ما تقولش انت متفق مع الشركات وكده. لا، فانا مش عايز اعمل الحته دي، فعشان كده بقول لك ابحث بنفسك عن الشركات اللي تثق فيها تديك ادويه كويسه، مش اي حد تاخد منه الدواء عشان ما حدش يضحك عليك. فطبعا كده هنشتغل بمضاد سموم. وطبعا بعد كده هنخش على الاسهال الابيض، وده طبعا بيكون من الاسهال الابيض بيكون الكلى بتاعت الفرخ او الطائر بتكون اتدمرت من كتر السموم. طبعا بتبقى برضو متابعه للسموم. فانت لو هتعالج عندك في كوكسيديا، لو هتعالج عندك سموم هتدي مضاد سموم، فياريت تدي معاه غسيل كلوي او غسيل كلى. هتدي معاه غسيل كلى ان شاء الله مش هيكون في حاجه في الاسهال الابيض، هيكون رائع. طب الاسهال الابيض هو بيكون عند مثلا بيكون الكلى باظت بس، ولا في حاجه ثانيه الاسهال الابيض؟ في حاجه ثانيه، ممكن تكون سالمونيلا. فانت الاسهال الابيض ممكن تدي مثلا المضاد سموم
غسيل الكلى مع بعض، تمام، تحطهم مع بعضهم وتديهم للفراخ او للبط او لاي طيور. طبعا الادويه دي كلها بتشتغل لاي طيور يا جماعه، وبتعالج الاسهالات في اي طيور. فيعني اما اقول لك الفراخ يبقى على الفراخ والبط وكله، يعني مش محدد بالفراخ، بس احنا بنختصر في الكلام. فبنحط مثلا مضاد السموم مع الغسيل الكلوي، تمام، وبنحطهم عشان خاطر الاسهال الاخضر والاسهال الابيض. طب الاسهال الابيض قلنا، طب والسالمونيلا ممكن نعالجها بايه؟ السالمونيلا يا جماعه ليها علاج تاني ان شاء الله اقول لكم عليه برضو. طبعا السالمونيلا بتدي معاها بتديها كولستين لوحده، يعني انت لو انت عندك في اسهال ابيض في الطائر انت هتدي له مثلا مضاد سموم، تمام، وكولستين، تمام، بس كل حاجه لوحدها. هتدي مثلا غسيل الكلوي والمضاد السموم هتحطهم الاثنين مع بعضهم وتديهم للطائر. طبعا بيتحط برضو في الميه، طبعا مفيش مشاكل. وفي الجرعه الثانيه انا مثلا عامل 8 ساعات للمضاد سموم والغسيل الكلوي، و8 ساعات تانيين او 12 مثلا و12 اللي يكونوا 12 ساعه للغسيل الكلوي ومضاد السموم و12 ساعه للكولستين. وطبعا كده يبقى احنا عالجنا طيورنا من البرد، وعالجنا الطيور من الاسهال الاحمر، وعالجنا الطيور من الاسهال البني، وعالجنا الطيور من الاسهال الاخضر، وعالجنا الطيور من الاسهال الابيض. طبعا ان شاء الله برضو في معانا في ناس بتكلمني وتقول لي الحاجه بيجي لها كساح، يعني مثلا على رجليها مش قادره توقف عليها او مكسحه. وده طبعا يا جماعه ممكن يعني تلحق في البدري، ممكن تدي فيتامينات في البدري يعني من عمر يوم قبل ما تجي لك الحاجه دي. بتدي فيتامينات الف دال، تمام، وه سيلينيوم، طبعا دي كلها فيتامينات بتديها للطائر من عمر يوم. وطبعا ما تنساش تحط بودره بلاط على العلف، بودره بلاط على العلف، ايوان، بس مش دير، بنقول بودره بلاط. بودره البلاط شيء والدير شيء. انت لو رحت لاي موان وقلت له عايز بودره بلاط اختار الطيور، هو هيفهم، تمام، هو هيفهم. وفي موانين ما تعرفش، بس انا بقى يعني ايه حل الناس عارفه ان بودره البلاط اللي بنشتغل بيها في مصر هنا اسمها بودره بلاط، لكن بره الصراحه انا مش عارف اسمها ايه. في مصر هنا اسمها بودره بلاط. بودره البلاط دي بنجيبها ونحط منها على العلف، نحط كميات كبيره، لا الكميات ما تكونش كبيره، تحط كميات صغيره. برضه عشان خاطر والله الجرعه انا مش فاكر الجرعه بتاعتها قد ايه، بس برضه يعني هقول لكم عليها في فيديو تاني. طبعا دي بتتحط في على العلف، بتنشف عظم الفراخ، الرجول والعظم بتاع الفراخ عموما، بتنشف العظم، بتخلي بحيث ان هو ما يجيلوش الكساح. يبقى انا كده عالجنا الفراخ من كل شيء ان شاء الله. وان شاء الله يا جماعه اهم حاجه برضو قبل ده كله الوقايه. واحنا بنشتغل في خلطات كتير بتنزل على القناه، يا ريت تتابعوا الخلطات اللي بتنزل على القناه. ويا ريت لو انت اول مره تشترك في لو انت اول مره تشوفنا فيا ريت تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ما تنسوش كده تدعمونا باللايك، وان شاء الله تعليق كده يكون حلو. ولو عندك اي سؤال برضو تقدر تسيبنا في التعليقات، او ممكن تتواصل معايا على رقمي، الرقم بتاعي 0185926 71، والرقم الثاني 011 42 92 30 46، ده الرقم اللي عليه الواتساب 011 ايه واتساب، ممكن تتواصل معايا على رقم فيهم واللي انت عايزه انا تحت امرك. وبرده شوف لو حبيت تكتب في تعليق اللي انت عايزه برده انا تحت امرك. وان شاء الله برده في خلطات الايام الجايه نعملها عشان خاطر اعلاف سعرها رفع، فهنعمل ان شاء الله خلطات. طبعا الخلطات ده هتكون اكل مش اعشاب، هنعمل خلطات للاكل بحيث للطيور للبط لجميع الطيور ان شاء الله، بحيث ان انت تقلل من توفر شويه من العلف او فلوس العلف، عشان خاطر العلف غالي جدا. فنحاول ان احنا نوفر ان شاء الله في الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما تنسوش يا جماعه اهم حاجه كده في اخر الفيديو ان احنا نذكر ربنا، ما تنسوش ذكر الله. قال بذكر الله تطمئن القلوب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.